اعمل اكبر سندوتش رجرج في التاريخ. بس ما تكترش ما تكترش. سكو انيسات تبدله. النهارده ما الافتتاح اهو. هيو شاورما بيفتتح فرعهم الثالث في مصر هنا وبيقول هيوزعوا 2000 سندوتش والشاورما هيرجرج التجمع وما ادري شنو. يلا بينا نشوف الحوار ده اما نشوف بيوزعوا ايه. ايه الاخبار؟ فاكرك طبعا يا نهار ابيض. اسمك ايه؟ توزع ايه يا باشا؟ ايه ده يا باشا؟ فين ال خش يا باشا اللي هو الساعه 8. انا عايز لفه بالله عليك. هات يا عم ما تخافش انا اسويه. اسندني بس بالله عليك. اوعى بقى سيبني بقى. بلا لا يا عم اوعى يا عم. عايز افاول. السلام عليكم. امبو 92 ولا 95 على 20 فيه. معلش بس عشان النظافه انت عارف احنا لسه بنفتتح. الله 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 الله. ثواني يا ريس. عهده يا ريس. ابوس ايدك ما تفتعلش المشاكل لسه اللي ما عليهاش تامين. اقسم بالله انت اللي بتوزع الحاجات اللي بتتاكل ببلاش برضو ورق. هو انا لسه واخد منك من شويه. هو انت كان انت باشا؟ هو واقفين حراسات خاصه ولا ايه؟ يا هلا بشاورمر. لا بقول لك ايه بقى، هتفضل ماشي ورايا ما تزاولنيش. ينفع اخش اعمل سندوتش كده؟ سوري. هو ايه اللي سوري يا باشا؟ اقسم بالله اعمل معاك مشكله. انت مين؟ فين مدير الفرع؟ انت اسمك ايه؟ ما تزعلش يا يوسف ابطلها لك النهارده. السلام عليكم الاخبار. معلش ما فطرتش فعايزين نعمل سندوتش صاروخ. يلا بينا. عايز اعمل اكبر سندوتش شاورما من المحيط للخليج. واحد رجرج سندوتش رجرج. اول سندوتش رجرج في التاريخ. ده ما كان تقطيع ال طب البس ايه؟ البس نضاره اللحام عايز رجرج سندوتش. اكبر سندوتش رجرج في التاريخ. معلش انا قلت خلاص قدام الكاميرا. يا سلام. شويه لحمه بعد يعني ده اتعمل في ايه؟ هقول لك. تمام. يا سلام. ده صوص ابو خلطه. عيب عليك. ده سر الخلطه ده. توميه ودي. بس ما تكترش ما تكترش. دبس الرمان. انت بتفتعل المشاكل. ما تكترش ما تكترش. بعضا بقى ايه من البصل المكرمل. بس مش لسه هنكرمل. عايزين بقى ايه كم واحد جرم كده من اللي عندكم في الاستاف يقفلوا لنا السندوتش ده. لا امسك معاك. نحطه في المحمصه والتوسته ونضم بقى التوسترين على بعض. معلم عندهم السعوديين زي الفل يا باشا. تسلم ايدك. بس ده مش شكله بقى. انا عايز واحد رجرج عادي. واحد رجرج وديني طبر شاوي رجرج ريدي. يوم العز. فين السندوتش؟ انا اتسرقت. لا مؤاخذه معلش. حبيبي يا باشا السلام عليكم. شكرا يا رجاله. يا هلا بشاورمر. يا هلا يا هلا. تعالى اجيبك. سلام عليكم. عندكم مكان فوق؟ بيعجبني. بتعملوا ايه؟ بلالين شاورما وكروت ال كده. هديك كوبونات. تجيب لفرع شاورما واستلم هديتك. اخترعت سندوتش شاورما رجرج. بنعمل بس نرجرج السندوتش. هو بيلف كده يرجرج البطاطي طعمها. بس لفت كاساتي يعني. انا بحب الرجرج العادي عادي. مقلوبة. بص يا باشا اي حد اسمه اتكتب هنا هياخد شاورما ببلاش. اديني بقى ايه اسامي الرجاله اللي ساعدوني في عمل السندوتش. انت ساعدتني؟ استقلع كده المسك. انت البس تاني. اسمك ايه؟ سندوتش لمده سنه ببلا 2000 سندوتش لكل واحد. انت غلبان. انت اسمك ايه؟ رحت وزع من المال. الله 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 الله. لا مؤاخذه يا رجاله اجيب تاني وزع عليه كله اطراد. يا هلا بشاورمر. الناس اللي ما اطردتش. خد يا باشا خد يا باشا. حماة الوطن. يمكن يا صغيرة عشان انت ما شاء الله يعني ولا ايه؟ ازيكم يا انيسات؟ بتوزعوا هدايا ببلاش تبدله؟ تاخدي بلالين وتديني دفتر شيكات؟ مش هو ده اللي بيكسب؟ انا مش هاخد كتير يعني. في المقابل؟ اتفضلي. مرضية؟ زي الفل. خدت السكة الصعبة وحصصت انا الكراسة. انت عايز افتكر.
ماسك الشوال اتقم هلا اقسم بالله اعمل معاك مشكله رجاله حافظ بتوصلوا طلبات صح؟ طب معلش عشان انا وشي معروف جوه بص خد دول هتكتب عليهم اسمك هيديك سندوتش وصلهولي مش انتوا بتوصلوا ببلاش النهارده الشاورما وانت هتكتب اسمك هنا بالله عليك ماشي مش ببلاش حبيب كان في واحد ثالث يا عم بيه بقى مش شيف يا فنان ولع الدنيا استعنك يا فنان حبيبي يا فنان يدوم الحق خد عشان في واحد تاني جاي ما صباح الفل يا فنان اللهم صل على النبي ازيك يا باشا الاخبار الله يبارك فيك طب اركن لي على جنب هجيب لك تعال 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 لحظه واحده بس الشنطه دي كده كان ايه بقى يلا تعال اتفضل يا باشا حاجه بسيطه كده بقى للاولاد تعال يا باشا تعال تعال ايه يا ايه حبيبي يا اسطى حبيبي هي ناقصة جنان يا عم احنا مش عالي بقول لك ايه اطلع يا عم امشي كالكس بقى ماشي جاهزين بالسلاح جايين انتوا اللي خايفين احنا مش هنهين هنخلصكم هلا طويل وهبل الله الله عيني عيني باجي وفي ايدي الرطعة عشان اغدل لنا انت يا عم انت في ناس تحتيك يخرب بيتك هو ماله ده ولا في افتتاح تاني ناس جايه تعالى نحضره تبع ايه دول تبع شاورما ولع الدنيا شد الحبل يا فنان واحده بس الغلبان ده تعالى اسمك ايه هتخش هيديك سندوتش شاورما اديهولي انتوا جايبين الحاجات دي منين لا اوعى يالا انا واحده وانت واحد طب راضيني راضيني باي حاجه خديجه محمد فريده انا شغال مزور النهارده ما الافتتاح اهو لا 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 قول لي يا باشا انت عايز تاكل ايه اسمك ايه هجيب لك المشطشه المرجرج تاكل ايه اسمك ايه شعبان عبد الرحيم رجرج لحمه ولا فراخ يا شباب 5 دقايق والاوردر يبقى عندكم ماشي ضرب نار ضرب نار ضرب نار لا بص لو عملت لهم ايه مش يخرجوا من الطابور لو حذفت لهم 1,000,000 جنيه بص بص بس الولاد مش عايز يتحرك من الطابور يا نهار ابيض اتفضل اتفضل هب هب جدا ازاي تقول لي هب هب كده عادي مره واحده مره
لا 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 انا انت هنا عمال قلت بتاعت مين؟ طب مدور على صاحبك. خلينا لكم من حاجاتكم بقى. السلام عليكم. قال ان السلام عليكم ولا زود اكتر. المكنه طلعت وماشي. مش انت. ايه ده مش انا. الصور كتير بس اتحشرت. تبقى تنزل براحتك. يوم العز. عايز واحد عرب وواحد رجرب وواحد شاورما وواحد مسكين بس. مفيش مسكين اكتر من كده. اللي هو ما انا مسكين. انا تجوز عليها الصدقه. مستنيين بمره بس. يا فنان نوم العز الا وال لا 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 وبكده يكون الفيديو خلص. اشوفكم الفيديو الجاي. ها هب هب.